جينا نقلع التوت ما نروح البيت اللي كنا حنا في الأيادي مصبغة صبغ يعني الصغار لازم الشجرة اللي تطوف تاخذ منها الخمس منها وانت ماشي. التوت البحريني من الفواكه الموسمية المحببة لدى الجميع واللي لابد أن تتواجد خلال موسمها في كل منزل. خلونا نتعرف على تفاصيل أكثر عنها في هذا التقرير. والله هو التوت يعني يتأقلم ويا أكثر الأراضي لأنه مقاوم، يعني مو ما في تربة معينة بس أكثر الأراضي يمشي وياها، يتحمل عطش حرارة ملوحة شوي، يعني ما تأثر عليه نفس الأشجار البقية. يحتاج ماء بس مو بالكميات الكبيرة، يعني يحتاج إلى ماء ري نفس الأشجار العادية. يعني زراعته تاخذ الوقت على عمر الشجرة، إذا كان مثلاً مسوينا ترقيد هوائي غير إذا قاصينه وزارعينه لما يطلع ياخذ شوية وقت، بس إذا من شجرة مثمرة في نفس يعني الموسم الثاني يثمر من موسم إلى موسم، يعني ما يدور عليه سنة اللي هو ثامر. بس هو عامة التوت يعني نفس هذا اللي عندي، التوت الصيني ما يعوق يعني بسرعة، لو حجمها بسيط من يطلع لها عروق في نفس الموسم اللي هو موسم الانتاج فيه تثمر. هي في السنة تنتج مرتين، الموسم الأول انتاجها ما يجي الربع، بس الموسم الثاني لا ما شاء الله عليه يعني يعطيك في الانتاج كميات كبيرة. هو يعتمد من شجرة إلى شجرة على حجم الشجرة وعمرها، يعني كل ما كانت الشجرة كبيرة راح تعطيش انتاج أكثر، لما تكون شجرة صغيرة لا طبعا انتاجها بيكون أقل. في كل موسم الناس تتذكر ذكريات الطفولة ويا التوت، تقدر تقول لنا ذكرياتك ويا التوت على أيام الطفولة؟ احنا ذكرياتنا ويا الطفولة لين جينا نقلع التوت ما نروح البيت اللي كنا حنا في الأيادي مصبغة تصبغ تروح مصبغ. تاخذونا من الأشجار اللي تصير عند الجيران؟ هو لازم يوم كنت يعني صغار لازم الشجرة اللي تطوف تاخذ منها الخمس منها وانت ماشي. والله شوفي هذه في انواع، فيها حلوه حق الاكل وفيها انواع الحامض وفيها الحامض حلو، هذه من الانواع اللي يستخدمونها حق العصاير الاسكريمات الحلويات، هذه بحيث انها تعطي الطعم واللون. دخيلة على المجتمع، قبل كانت تاكل الفاكهه بروحها والحين قامت تحطها في نكهات في منتجاتها. طول ما في سوشيال ميديا في تطور، يعني قبل التوت احنا نعرفه حق عصير، بعدين صار سكريم، الحين حتى في السلطات في نظام الدايت بعد حطوا توت.